من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة، فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمال الجامي، إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف في الدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين.